في واحد ممن يفتري على أهل السنة الذين يردون على المنحرفين والمبتدئين، يقول كفروا كل الناس، ما ترك أحد ما كفر. لو سألت سؤال صح، من كفرك؟ قال كفروني. يقول بعد من كفرك؟ والله إنه كافر، ما كفروا، ما كفروا. دائما يتكلم على أهل السنة أنهم يقولون كلها في النار. أهل السنة يقول كلها في النار، ولا النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال كلها في النار؟ ما الذي قال؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار. النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال. ولا أذكر واحد مرة يا ناظر صوفي، قلت ناظر اشتد النقاش معه فحلف بغيره. قلت شو كل هالكلام ما شيء تعب بغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك. قال ها هذا تكفرون الناس. إذا قال رسول الله إذا لم يحد يكفرك النبي، إذا هذا تكفير لك فهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال كلها في النار إلا واحد. كان ينبغي على المسلم إذا سمع الحديث يخاف من النار ويبحث. تأمل قول الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. بالله عليكم ماذا قال؟ من هن ولا ما هي؟ ماذا قال الصحابة؟ قال ما هي؟ ابحث عن طريق النجاة. 73 أعرضوا عن البحث عن 72 وبحثوا عن الواحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه من أصحابه. تبدأ لا تقعد تتهم الناس كفروك ما كفروك، تعال ابحث في نفسك. هل أنت سلكت طريق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ لأن قال كلها في النار، هذا وعيد من الرسول صلى الله عليه وسلم. الوعيد بالنار ليس معناه التكفير، وليس معناه أن من دخل النار فهو كافر. عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل التوحيد أهل لا إله إلا الله. أسأل الله عليهم العافية وإياكم والدي والديكم. ممكن يا أخوان أقوام من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار، نعوذ بالله من عذاب الله. نعم يا أخوان، لا تظن أن ما يدخل النار إلا الكفار، إلا الملحدون، إلا الزنادقة، إلا المنافقون. كلا، ثبت في الصحيحين حديث أبي سعيد أن أقواما يخرجون من النار من أهل لا إله إلا الله، يخرجون من النار وهم من أهل لا إله إلا الله، احترقوا حتى صاروا حمما، صاروا فحما، هو من أهل لا إله إلا الله، ليسوا عباد أوثان، ليسوا عباد الشيطان، من أهل لا إله إلا الله أقوام، وقد امتحشوا صاروا حمما، فحما، ثم يلقون في نهر الحياة أو الحياة شك الراوي، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، الحبة وليس الحبة، الحبة البذر الدقيق الذي رشت مطر نبت بسرعة. خضرت سمعت خضرت نابت من أول رشة. هكذا ينبتون بسرعة في الجنة ويقالهم الجهنميون. قال الشيخ عثيمين رحمة الله ليس تعييرا لهم وإنما هو تذكير لهم بنعمة الله عليهم، بالأمس كانوا في جهنم اليوم دخلوا الجنة. الشاهد منه أقوام من أي شيء؟ من أهل ماذا؟ من أهل لا إله، ليس عباد أوثان، ليس عباد الشيطان. لا بد يا أخوان المسلم يخاف من النار. رب العالمين ناديهم ينادي المؤمنين باسم الإيمان يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والله ما قال يا أيها الذين كفروا، ما قال يا أيها الذين أجرموا، ما قال أيها المشركون، قال يا أيها الذين آمنوا.